Bismillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Ehlen bil cema fi kanatliğinde Yasmin Letab. Entimine hadla video inşallah. Tilkakum kamil bkhair ve sıha ceyid inşallah. الوصفة تاع اليوم درت العدس بالخضار بدون لحوم، وصفة شتوية واقتصادية، يجي في منتهى الروعة ويجي بنين. مالقري هكذاك ما درنا فيه لا دجاج لا لحم، بصح البنة تاعو ما شاء الله. شاركتكم ثاني سنيوة تاع عرايش اللي رايحة نديها معايا العرس، يعني جاني في منتهى الروعة ويحمر الوجه ما شاء الله. تبعوا مع الفيديو للنهاية باش تشوفوا كامل تفاصيل تحضير هذه الوصفات. لا تنسونيش إخواني أخواتي بلي جمال لا فيديو، وأبوني القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي. ومباشرة إلى المقادير وطريقة التحضير، وفرجة ممتعة. بسم الله، كما راكم تشوفوا معايا راني درت في لاكوكود زوج حبات زروديا، قطعتهم دوائر. عندي زوج حبات بطاطا، حبه بصل، شويه تاع الثوم، اخرى حندير له شويه تاع الزيت. بسم الله، هكذاك حوالي 5 مغارف تاع الزيت. رايح ندير اليوم العدس البني بدون لحوم، بدون ندير فيه لا دجاج لا لحم، كان هكذا بالخضر. الحين نخلي هكذا البصل يتقلى شويه مع البطاطا والزروديه، من بعد ندير التوابل. اليوم نديرو عدس فطور وعشاء ان شاء الله. عطرش ندير، راح ندير سنيوة عرايش نديها في يدي للعرس، عندي عرس صافي، باش هكذا ما نطيب فطور وعشاء هكذاك باش نلتهب الكاطو تاعي. دوك تقلالي البصل، رايحة ندير توابل اللي هما ملح، عندي هنا راس الحانوت، فلفل كحل وفلفل عكري. نزيد طوماطيش مصبرة، ندير مغرف تاع طوماطيش مصبرة، هكذا نخليه يزيد يتقلى شوية، من بعد نمرق. رايحة ندير العدس، يعني راهو ما راهوش مشمخ، درتو هكذاك يابس، يعني موالف نشمخو، بصح اليوم نسيتو باش نشمخو، البارح في الليل نسيتو. مليح كي يتشمخ يتضاعف الحجم تاعو، العدس يولي الحبة تكبر، ماشي كيما نديرو هكذاك هكذاك يابس. مليح نشمخو ليلة كاملة، من بعد الصباح نطيبوه. خلاص هكذا راح نمرق. بسم الله، هكذا خلاص. دوك راح نغلق لاكوكوت وندير الصفارة ونخليه يطيب. العدس راهو طاب، شوفوا كيفاش راهو، يعني راهو ثقيل ما شاء الله، جهايل في البطاطا والزرودية، صدقوني وصفة ما شاء الله. عينيك دوك ما بقى لي غير نزيد له شوية برك تاع فلفل الكحل، راني درت راس تاع الحار. نحركو شوية هكذا، هكذا خلاص راهو ثقيل، والمرقة تاعو راهي ثقيلة، هكذا خلاص نطفيلو.
نعاود نولي ليكم فيما بعد باش تشوفوا في طبق التقديم. هنا كيما راكم تشوفوا راني ندير في العرايش، عندي عرس رايح ندي في يدي هكذا سنيو عرايش باللوز، درتو باللوز العجينة درتها كامل هكذا كرات وزنتهم، درت فيهم 40 غرام، والحشو ثاني كيف كيف وزنت ودرت فيه 20 غرام، يعني نصف العجينة عفوا فيها 40 غرام، والحشو درت فيه 20 غرام، يعني هكذا تجي الحبة ما شاء الله. دوك نوريكم برك حبة، بسم الله الطريقة اللي نخدم بها العرايش هكا كيما حبيتو، فتحوا بالرولو ولا باليد، يعني العجينة راهي طرية ما شاء الله، تجي هايلة. العجينة السحرية هذه اللي نخدم بها سواء الشارك ولا العرايش، يجي في منتهى الروعة صدقوني، يعني وصفة هايلة للعرايش. درت لكم ديجا فيديو خاص بالعرايش وبتشارك. هكذا نقسم الحشو هذاك على 3، هكذا نغلق مليح الجوانب هكذا، ضروري نغلقو مليح باش هكذاك الحشو ما يخرج لناش هكذا. هكذا بعد ما نغلقو مليح نقلب الحبة تاع العرايش هكذا، نديرلها هكذا، نجبد مليح باش الحشو ثاني يمشي مع الحبة كامل، باش يجينا كامل في الحبة هكا. هكذا نسقمو مليح باش يجونا كامل كيف كيف هكذا. حبيتو تدورو من بعد هكذا مباشرة هكذا، كاين تاني اللي يحبو يدورو هكذا على صبعتيهم هكذا بهذا الشكل، تحطوها هاي ديك الحبة تاع العرايش، يعني هاي لا يعني راني طيبت الكمية، درت 55 حبة، راني طيبت الكمية الكبيرة، بقولي غير هذول الحبات رايح نكملهم. هم ليك العرايش تاعي بعد ما درت لهم الطلية وراهو نشف، يعني جا هايل. دوك انا راني خليت كملت كامل الكمية اللي عندي، خليت برك حبات هكذا باش نوري لكم. بسم الله، اول حاجة نقول العرايش من زيادة هذيك تاع السكر اللي يجي من تحت هكذا، نقوه مليح هكذا تجي باش تجي الحبة نقية وتجي شابة. هكذا كي يكون هكذا زيادة تاع السكر من تحت نحوه هذه الطريقة. هكذا بعد ما كملت نقيتو كاع، دوك نديرو له البريون بما انه اللون تاعو اصفر، راح ندير له البريون في الدوغي هكذا باش يزيد له لمعان للعرايش.
هكذا في كل شوية مسحوه كاع مليح. شوفوا الحبة كيفاش جيت برية، الله الله ما شاء الله. نزيدو حبة نمسحوه مليح، يكفي هكذا. بعد نكمل الباقي. بعد ما كمل درت له البريون، عفوا عندي هنا كوردون، راح ندير ثقبة هكذا في الوسط باش نزين العريش تاعي. كل تزيين كل وحدة واش كيفاش تحب تزين العريش تاعها. انا اخترت هذا الوردات هذو اللي يجو عمليك يعني شابين. بسم الله هكذا ديرهم هكذا في الوسط، يعني حاجة شابة. كيف شيتو يعني ما شاء الله. كي كمل درتهم زينتهم، راح نديرهم في ليكيسات، ندير قبل نابخون هكذا في الدوغي. خيرت كلشي في الدوغي، وليكيسات ندير ليكيسات هكذا عادي بيوضة. بهذا الشكل عندك. دوك نوري لكم الكمية اللي درتها. هاوليك دوك العرايش تاعي بعد ما كملت درتو كاع في لي نابخون، درتو في لي كيسات، يعني جا ما شاء الله، صدقوني جا في منتهى الروعة. نقسم لكم حبة ولا حبيتو، هاوليك نقسم لكم حبة. بسم الله تشوفوا العرايش تاعي كيفاش جا، يعني ما شاء الله جا طري وجا هايل. هاوليك والحشو جمع الثلج، الله الله، والطلية هاي اللي كيما راكم تشوفوا طرية هاليك. دوك رايح نبدل له سنيوة، ماشي في هاد السنيوة اللي رايح نديه، سنيوة تاع بلاستيك، ماشي في هذه اللي رايح نديه. عندي شريت يعني هاليك سنيوة اللي رايح نعمرو فيها، انا رايح نعمرو من بعد نولي لكم باش نوريها لكم ان شاء الله. هنا راني نعمر في السنيوة، وراني نستف فيها مليح، راني نستف فيه مليح باش هكذاك السنيوة هذه صغيرة شوية على هذه باش ترفد لي كامل الكمية هذه اللي راني درتها. يعني لازم نعمر سنيوة تكون بطبع. هاليك دوك سنيوة بعد ما عمرتها، يعني جو فيها 40 حبة، جات معمرة بطبع ما شاء الله. هاليك الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم، راهم واجدين وراهم حاضرين. العدس بطريقة اقتصادية بالخضار كما تبعتوا معايا، درت فقط بطاطا وزرودية مع شوية بصل شوية ثوم، تحصلت على جواز ما شاء الله في منتهى الروعة، بدون لحم وبدون دجاج. بصح البنة تاعو ما شاء الله صدقوني يعني جا في منتهى الروعة. والعرايش هاوليك أمامكم، كملتو درتو في سنيوة، يعني جا الشهي
والمنظر ثاني ما شاء الله. درت له تزيين بسيط يعني صدقوني ريش ولا أروع. ولا حبيتوا الوصفة راهي في القناة، راح نعطي لكم رابط الفيديو. ما تنسونيش إخواني أخواتي، ولا عجبكم هذه الوصفات ديروا لي جيم لا فيديو وابوني القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي. وإلى الملتقى مع فيديو آخر من فيديوهات ليندا ياسمين للطبخ.